بسم الله الرحمن الرحيم، معانا اليوم طريقة عمل الخضاب الذي ليس له آثار جانبية على الجسم. سنشرح طريقة عمل الخضاب الذي لا يؤثر على الجسم. أولا نستخدم هذا الخضاب، خضاب الأقراص، ونستخدم هذا النوع من الخضاب. نطرح حبتين للجسم كامل. عند الخضاب الجسم كامل نطرح حبتين، لأن هذا الخضاب البلدي مملوح، فيكون تأثيره قوي على البشرة، وهو الذي يسبب تقرح البشرة. إذا زاد هذا الخضاب هو الذي يسبب في تقرح البشرة، فنستعمل منه غير حبتين، ونستعمل قطعة من هذا الخضاب الأقراص. طريقة الخلط، أنا وضعت كمية مطحونة، بعد أن تقومي بطحنه، الآن جاهز، مطحون. نستخدم عطر جنسر للأطفال، لا تستخدمين أي عطر ثاني. استخدمي قليلا من السكر، قليلا من السكر. نستخدم عطر جنسر. الآن نخلطه جيدا. حتى يذوب السكر. ونقوم بتسخينه حتى يغلي. هذه الطريقة تدوم طويلا على الجسم ولا تؤثر على الجسم، ويكون لونه أسود عندما تخلطينه على النار، عندما تضعينه على النار. هذه أحسن طريقة لتثبيت الخضاب، حتى إذا تكتل معك الخضاب مثل أيام البرد الخضاب يتكتل فلا نقدر نتحكم به، فهذه الطريقة الوحيدة التي تعملينها عندما تعملينه على النار. إنما الطريقة هذه، هذه الطريقة أحسن طريقة للنقش بهذه الطريقة عندما نسخنه على النار. فهذه الطريقة لا تؤدي إلى تقرح الجسم، ولا نضيف له الملح. الملح هو الذي يعمل على تقرح الجسم، فانتبهي عزيزتي من وضعك للملح، فهو الذي يسبب تهيج البشرة والتهاب البشرة. الآن أنا أكثر عملي نقش بالريشة، أستخدم الريشة لا أستخدم القمح، لأن القمح نعمل الخضاب البلدي، والخضاب البلدي مملوح كثيرا، فأستخدم هذه الطريقة في الخضاب، في الرسم بالريشة فهي أسهل، والذي في عندها تحسس تستخدم الرسم بالريشة ولا تملح الخضاب، أما الذي عندها فلا تتحسس من الخضاب تستعمل القمح الحديدي.